لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الكشف عن 4 مواد فاسدة ضمن السلة الغذائية التي توزع على النازحين. في صحيفة المدى، وفد الموارد المائية من هولندا، العراقيون يعتمدون على مياه القناني البلاستيكية. في موقع كتابات، أمر قضائي بضبط مدير المنتجات النفطية بكركوك. في الجزيرة نت، السودان البشير يستكمل التغييرات، والمعارضة ترفض قراراته وتتمسك برحيله. في العربي الجديد، شرطة فنزويلا تحظر العبور إلى كولومبيا قبيل مظاهرات جديدة لإدخال المساعدات الأمريكية. في القدس العربي، أكار الأمريكيون وافقوا على إتمام خارطة طريق منبج. وفي صحيفة الحياة، مغانم أحزاب السلطة في العراق وجلسات مجلس النواب. السلام عليكم. تتابع الأوساط السياسية العراقية انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي في نهاية شهر شباط 2019، وتنظر إلى جلسات البرلمان كونها ستناقش استكمال الحكومة في بغداد، وتحديد عمل الوزارات الشاغرة وأسماء الوزراء المقترحين لشغل المواقع الوزارية، بعد أن شهد الفصل التشريعي الأول خلافاً سياسياً حاداً وصراعاً حزبياً واضحاً حول عدم الموافقة على العديد من الوزراء، ورفض الكتل السياسية الاتفاق على رؤية سياسية واضحة في التعامل مع المشهد السياسي العراقي، مفضلة مصالحها وأهدافها وتطلعاتها على مصلحة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعاشية، ورسم سياسات أمنية وميدانية وتربوية واقتصادية تساعد على النهوض بواقعه الاجتماعي ورفع مستوى معيشته، بحسب مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. تبقى المصالح الفئوية الحزبية والصراعات والمناكفات السياسية هما العاملان اللذان سيرسمان صورة الاجتماع المقبل لمجلس النواب العراقي، مهما اختلفت المعايير وتصاعدت حدة الأصوات المنادية بالاتفاق والعمل على إنهاء ملف تشكيل الحكومة. تبقى الهواجز المستقبلية بكيفية نجاح وأداء هذه الحكومة التي لم يكن هناك توافق سياسي لكتل وأحزاب السلطة على تشكيلها، وإنما تدخلت عوامل عديدة وأهداف ميدانية واستراتيجية حددتها المصالح الدولية والإقليمية، أبرزها الفاعلان الأمريكي والإيراني. وهذا كان واضحاً وملموساً في الشهر العاشر من عام 2018، عندما لم يتمكن مجلس النواب من الإقرار الكامل لتشكيل الكابينة الوزارية، وانتهى الأمر في 25 من تشرين الأول على إعلان الموافقة على 14 وزارة، وهي التي منحت الشرعية القانونية المزعومة لرئيس وزراء الحكومة السادسة بعد الاحتلال الأمريكي للاستمرار بمهامه. يحاول النظام الإيراني العمل على استمرار تأثيره على أحزاب السلطة المرتبطة به ودفعها باتجاه خدمة مشروعه السياسي في العراق، والإبقاء على حالة الوفاق والاتفاق بين الكتل السياسية وقياداتها والأوساط السياسية في طهران، وتفعيل هذا الاتفاق ليكون أحد الأسس الرئيسة والمهمة التي من الممكن استخدامها من قبل النظام في إيران في مواجهته المرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستعمل واشنطن على زيادة وتفعيل العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط السياسي عليه. أعلنت رئاسة الوزراء بأن سلم رواتب الرؤساء في الحكومة العراقية كرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء أيضا هو 8 ملايين دينار، من دون الحوافز والمخصصات والنثريات وغيرها من المنافذ التي لا تحصى، وإلى ما شاء الله لكل منهم.
ومن هنا تفتح أبواب ونوافذ الفساد من جديد، ظاهره جميل وباطنه ملأ بالخراب، حيث يفتح أبواب الفساد على مصراعيه، بمعنى أن الأيادي ستبقى مفتوحة لعمل ما تريد عمله من قبل الرؤساء والوزراء والمسؤولين ومن يحيط بهم ممن ينتمي لأحزابهم ليستمر نفس النهب. هذا ما جاء في مقال للكاتب عزيز الخزرجي في موقع عربي 21. الحقيقة يعتبر هذا القانون كما معظم القوانين الدستورية أو التي شرعها البرلمان بحسب مقاساته ومنافع أعضائه تلاعباً بالكلمات والحقوق العامة للشعب والأمة، وهو الأخطر والأسوأ وغموض واضح يصعب كشفه، خصوصاً مع فقدان الرقابة الإدارية. ما يفتح أبواب الفساد على مصاريعها وبكل الوسائل والطرق المعروفة والكثيرة طبعاً من قبل أعلى السلطات الحاكمة مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء ومعاونيهم وأعضاء البرلمان والمستشارين والمدراء العامين ومن بدرجتهم بحماية أحزابهم وميليشياتهم. لهذا فإن الموظف والعامل والعسكري والأمني والفراش والحارس والآخر سيقلد بالتأكيد رؤساءه أو الذي سيحذو حذوهم باختلاق وابتكار الوسائل المطلوبة والممكنة التي لا تخطر ببال الجن للكسب الحرام أسوة بهم وربما تنافساً وانتقاماً منهم. المشكلة أن المسؤولين ونتيجة الثقافة الهجينة والأمية الفكرية وحتى الدينية الصارخة التي اكتسبوها لا بديل غيرهم لبناء حياتهم وبيوتهم وقصورهم الخاصة مقابل خراب الوطن، اتفق المتحصصون على فسح المجال أمام الفساد في العراق. يقول الكاتب جليل وادي في مقال بصحيفة الزمان العراقية: أظن وربما يشاركني كثيرون في هذا الظن أن الإصلاح الذي يتطلع له العراقيون والمتمثل بحياة هانئة وكريمة وآمنة لن يتحقق، والسبب هو خلل جوهري في بنية النظام السياسي وما أنتجه من عملية سياسية عرجاء، ومتى ما أصلح هذا الخلل سيستقيم الحال وتمضي الأمور باتجاهاتها الصحيحة نحو البناء والإعمار والخدمات، ولبلد له وزنه الإقليمي والدولي وليس على هامش الدول يسيره هذا الطرف الأجنبي أو ذاك ويتلاعب بمقدراته، الذين يريدون له أن يكون ساحة لمعاركهم المصيرية وشعبه وقودا لها. مضى من مسيرة التجربة الديمقراطية التي راعتها الولايات المتحدة 15 عاما حصادنا منها خراب ومآس، ويدرك الرعاة والساسة العراقيون بأحزابهم وتياراتهم المختلفة هذا الخراب، وليس ذلك بمجهول على دول جوارنا الشقيق منها والصديق، يعرفون تمام المعرفة من أين يجب أن يمسك الخيط لكي تحل عقده المتشابكة. لكن مصالح الجميع تكمن في بقاء العراق كما هو عليه باستثناءات محدودة جدا ترتبط بقوى محلية، لكن الإصلاح مرهون بالعراقيين وليس بغيرهم، وكل من قال بغير ذلك فقد توهم. فلا أحلى للرعاة ولحلفائهم من أن يظل العراق مريضا يتقاذفه الجهل والتخلف، بينما حلفاؤهم يمضون قدما في مسيرة العلم والمعرفة والبناء بالشكل الذي لم يعد فيه العراق منافسا أو مهددا أو متحكما بما يجري في المنطقة من تغيرات. ولا أجمل لدول الجوار من أن يبقى العراق سوقا للفائض من منتجاتها وحلا لمشكلاتها السياسية والمتقدم في سوحها القتالية. يقول الكاتب: تريد دول الجوار أن يكون العراق مكانا قريبا لإزاحة المتمردين على أنظمتها السياسية، وإذا كان كل ذلك معروفا للممسكين بمقود العملية السياسية فلما يغدو الإصلاح عصيا؟ ولا نريد بالإصلاح تلك الدعوات التي تطالب بمعالجة مظاهر التدهور كانعدام الخدمات وتراجع الإعمار وانهيار التعليم وغيرها فحسب، فهي حصيلة طبيعية لنظام منهش، وإنما في الآليات السياسية التي صاغتها أيد خبيثة وأخرى عجولة وثالثة جاهلة.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم الخميس الماضي عن قرب بدء بلاده التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بسفينتين بدلاً من واحدة. وقال أوغلو إنه يجب الانتباه إلى أنه من غير الممكن فعل شيء في المنطقة من دون تركيا، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية التي جاءت إلى المنطقة من بعيد عليها أن تعي هي الأخرى ذلك، مضيفاً لن نسمح بأن يتم فعل أي شيء في المنطقة من دون تركيا. يعكس هذا التصريح موقف أنقرة التقليدي بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بقرار سلطات قبرص اليونانية الدفع باتجاه إرساء العطاءات على الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الموجودة للقبارصة الأتراك في الثروة المفترضة للغاز في محيط جزيرة قبرص. عن هذا الموضوع كتب علي حسين باكير في موقع عربي 21. خلال العامين الماضيين نجحت سفن حربية تركية بالفعل بعرقلة عمل عدة سفن تابعة لشركات أجنبية ومنعتها من عمليات التنقيب بمحيط الجزيرة، لا سيما في الأماكن الأكثر حساسية بالنسبة لها، أي في المناطق المتنازع عليها في حدود المنطقة الاقتصادية قبرص اليونانية وحدود الجرف القاري التركي. علاوة على ذلك، حثت أنقرة مراراً الشركات الأجنبية على الامتناع عن عمليات التنقيب، لكن دعوتها هذه لم تلقى آذاناً صاغية. في نهاية المطاف، لم تمنع الإجراءات التركية السلطات اليونانية من إرساء المزيد من العطاءات نهاية العام الماضي، كما لم تحل عن مواصلة الشركات الأجنبية لعمليات التنقيب عن النفط والغاز لصالح قبرص اليونانية. لهذا المسار بالتحديد ولموازنة الخطوات التي تقوم بها قبرص اليونانية، تحاول تركيا هي الأخرى أن تفرض أمراً واقعاً، وذلك من خلال الدفع بسفينتي تنقيب عن الغاز إلى مياه الشرق المتوسط قبالة قبرص. وبهذا المعنى هي تريد أن تقول إننا سنحفر بأنفسنا في المناطق التي نعتبرها تابعة لنا، وفي المناطق التي يخولنا الاتفاق مع قبرص التركية أن نحفر بها، وهي مناطق مشتركة أيضاً بطبيعة الحال مع قبرص اليونانية. هذه الإجراءات المضادة، هذا الإجراءات والإجراءات المضادة تغذي إمكانية حصول نزاع عسكري بين الطرفين، سيما مع اجتذاب التنافس على النفط والغاز في شرق المتوسط لمجموعة كبيرة من القوى الإقليمية والدولية، ناهيك عن الحسابات السياسية التي تقف خلف إقامة سياسة المحاور في المنطقة. في الأخبار، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر والمبعوث جيسون جرينبلات يتهيئان للقيام قريباً بجولة عربية تحضيراً للإعلان عن صفقة ترامب المسمى بصفقة القرن قبل منتصف أبريل نيسان المقبل، وغداة انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، كما تتزامن جولة المستشار والمبعوث المزمعة مع التحضيرات لعقد دورة جديدة للقمة العربية في تونس. وليس هناك على أي حال من طرف عربي رسمي يجازف بإعلان قبول الصفقة أو التعاطي الإيجابي معها، غير أن هناك من يتحدث عن أن قضية فلسطين لا تمثل أولوية، وأن مواجهة الخطر أو التحدي الإيراني يجيز التطبيع مع دولة الاحتلال، بحسب الكاتب محمود الرماوي في مقال بصحيفة العربي الجديد. الحراك السياسي والدبلوماسي والمنتظر أن تزداد وتيرته في الأسابيع المقبلة لا يرتدي من الأهمية الكثير، على الرغم مما يحفر به من إشارات سلبية مقارنة بالجموح الإسرائيلي في محاولة فرض وقائع على قلب القدس المحتلة، بالذات على المسجد الأقصى ومحيطه في البلدة القديمة. يبدو الاحتلال في تغولاته الجديدة كأنه يتمتع بغطاء دولي لتسويغ سلوكه، مستقياً بتسليم الأمريكي لتسمية الاحتلال للقدس عاصمة له، وذلك مع استخدام عبارات فخمة وجوفاء مثل مكانة القدس والسيادة عليها والقدس الموحدة. في واقع الأمر، تم البدء بتنفيذ الصفقة العديدة قبل الإعلان عنها، مع تسليم إدارة ترامب بالأمر الواقع في المدينة والسعي إلى إطفاء شرعية على ما تم الاستيلاء عليه بالقوة الغاشمة. وما شهدته مداخل المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي إنما يندرج في خطة للاستيلاء المتدرج على المسجد.
يعرف الإسرائيليون المكانة الروحية والوطنية للأقصى، ولهذا يبذلون كل ما تملك يمينهم من أنشطة لكسر الارتباط الروحي بهذا المكان، ويلحظون الردود العربية الخافتة والمتلعثمة حين تصدر ردود فعل ما عن هذه العاصمة أو تلك حيال ما يتعرض له بيت المقدس، ومع مواصلة الأنشطة الاستيطانية للإطباق العمراني والديموغرافي على المدينة المقدسة، فإن حكومة نتنياهو ليست بحاجة إلى مزيد من الدعم الأمريكي، متمثلاً في صفقة قد تمنح الفلسطينيين وجوداً إدارياً في بعض أحياء المدينة. الرئيس الجزائري يكتب فصلاً جديداً عن المأساة الجزائرية التي كان مفترضاً به أن يضع نهاية سعيدة لها، تماماً مثلما هناك فصل جديد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ عام 1975، والتي حال اغتيال رفيق الحريري دون خروجه منها. ليس فشل المعترضين على الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوى فصل آخر من المأساة الجزائرية، إنها مأساة من نوع خاص جداً تفرض طرح سؤال في غاية البساطة: من المريض فعلاً؟ هل بوتفليقة مريض أم الجزائر نفسها هي المريض الحقيقي؟ سؤال طرحه الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللدنية. لم تستطع الجزائر الخروج من أسر سنوات طويلة فرضها نظام الحزب الواحد، على الرغم من أن الدستور الجديد يسمح بتعددية سياسية وحزبية. وجي إصلاح للنظام دون إصلاحه، تسيطر في الواقع على هذا النظام أجهزة أمنية مرتبطة برجال أعمال ينتمون إلى دوائر معينة يحتكرون معظم العمليات المالية والتجارية. في سنوات العشرين الأخيرة لم يتغير الكثير في الجزائر، على الرغم من أن بوتفليقة والدوائر الضيقة المحيطة به نجحا بتقليص نفوذ الأجهزة الأمنية، خصوصاً بعد التخلص من الجنرال محمد مدين توفيق مسؤول المخابرات العسكرية، الرجل الصامت الذي كان يمتلك نفوذاً كبيراً جعل منه صانعاً الرؤساء. لا معنى لأي ديمقراطية من دون تبادل للسلطة في ظروف طبيعية، وليس في ظروف بلد مثل لبنان مثلاً كان من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال. بقي لبنان يتمتع بالريادة إلى أن أصبح تحت الوصاية السورية ثم الوصاية الإيرانية التي تتميز بوقاحة ليس بعدها وقاحة. صار حزب الله يقرر من هو رئيس الجمهورية في لبنان، أبقى الحزب الذي هو كناية عن ميليشيا مذهبية مسلحة مجلس النواب مقفلا طوال سنتين ونصف السنة قبل أن يسمح الحزب بانتخاب رئيس للجمهورية. ثمت من سيقول أن لا مجال لمقارنة بين لبنان والجزائر. الجواب أن المقارنة ضرورية، كشفت التجربتان الجزائرية واللبنانية مدى التراجع الذي يعاني منه بلدان عربيان كانا مؤهلين ليكون من الدول الصاعدة في المنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى شمال إفريقيا. أشارت دراسة أمريكية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيراً أو لا يأكلونها على الإطلاق. وتوصلت الدراسة إلى أن مرضى السكري الذين يأكلون 28 غراماً من المكسرات 5 مرات أسبوعياً على الأقل يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع. لكن تناول هذه الوجبة ولو لمرة واحدة في الأسبوع يظل مفيداً للقلب بشكل عام، وبالنسبة لمرضى السكري يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعياً مرتبطاً بالحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 3% والحد من خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 6%. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.